السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كامل لاباس وكامل بخير، واذا كنتم ماشي لاباس just smile and live life، ابتسموا وعيشوا الحياه. المهم هذا الفيديو هذه صراحه شحال وانا كنفكر نديرها، ولكن قلت هذه غتكون غير شي فكره بحال كاع الافكار اللي كيجوني اللي ما عمري كنديرهم، ولكن هنا كندير فيها. يلا دابا جيت بلاتي نوريكم لا كارت فيزيت. يلا دابا جيت من عند واحد الامبريميري حيت غنبدا البروجي ديالي ان شاء الله، وبقى لي يومين باش تقدروا نتوما تشريو هذا البروجي هذا تشريو داكشي اللي في البروجي. خليوني نعاود لكم مزيان باش ما تلفوش. الناس اللي متابعيني من شحال هادي شحال هما عارفين ديما كنقول لكم ان شاء الله قريب غنبدا البروجي ديالي، قريب غنبدا لا مارك ديالي. كنقول لكم حتى الحلم ديالي هو نبدا لا مارك ديالي، من الاحلام ديالي نبدا لا مارك ديالي، ماشي هو الحلم. الحلم ايوا دابا عاد حققت هاد الحاجه تقريبا، بقى ما تحققتش، بقى ما درتش بزاف الحوايج خاصني نديرهم حيت انا مكازا. غير وكان هادشي اللي غندير ان شاء الله ما يكونش فيه انا بوحدي، غنكون مع كريم اللي هو ستايل بلدي وخزينه. باش نوال البروجي، البروجي هو غنوليو نجيبو حوايج من مختلف البلايص في كازا اولا في المغرب كامل، يعني في صافرو يبانوا لي نحوايج واعرين ومستيلين نجيبوهم ونبيعوهم ليكم. شحال وانا عندي فكره نقدر نقول لكم من 2018 وانا باغا ندير ماخك ديالي، يعني ماخك. والصراحه الفكره اللي كانت عندي على لا ماخ اللي كنت باغا ندير ماشي واعره، كنت بغيت ندير غير شي ماخك ديال لي تيشيرت ديال القبيات يكون فيها شي حاجه مكتوبه، ما كانت عندي داك الفكره اللي بعيده. حتى قررنا انا وكريم انه نبداو هذا البروجي هذا، وصراحه كنت نسيتو لواحد الوقت، نسيت باللي يعني قلت ماشي مشكل حتى من بعد ندير لا ماخك ديالي بحال هكا. حتى قلنا علاش لا، حيت خصنا نديرو بروجي، خصنا نجيبو فلوس، انا خاصني نتحرك، ما خاصنيش نبقى جالسه، خاصني ندخل هاد العالم هذا اللي عالم الاعمال اولا العالم ديال البيزنس. ام اكسايتد، ام سو اكسايتد والله. ودابا كندير فشي حوايج اللي ما عمري درتهم وليدي، ما كنت غير كنحلم نديرهم، حيت شحال هادي فاش كنت بغيت ندير لا مارك ديالي عاتي كلشي درتو يعني في الورقه، كلشي درتو في الورقه، كتبت شحال لي تيشيرت غنجيب، هضرت مع المطبعات اللي حدايا، حطيت الثمن اللي غنبيع فيه التيشيرتات والقبيات وشحال غنربح واللوغو، ودرت المهم بزاف الحوايج نقدر نقول لكم درت كلشي، بقى لي غير نطبق داكشي. في الاخر ما طبقتوش حيت ما مكتبش. الفكره كانت عندنا من شحال هادي انا وكريم، من الاول تاع 2020 وقيله، ودابا عاد قدرنا نديروها سبحان الله. الصراحه انا اللي كنت معطله، انا اللي معطله ما نكذبش عليكم. الناس ديال انستغرام راه عارفين البروجي، بارطاجيناه في انستغرام، ودابا لاباج وصل 4000 ابوني. سميتو سايدابل، سايدابل كتعني ستايلش اند افوردابل، شي حاجه اللي مستيليه وفي نفس الوقت افوردابل اللي هي بالانجلي مناسبه في الثمن، يعني بنادم يقدر يستحملها في الثمن. بطبيعه الحال ما غاداش نجيبو اي حوايج، حنا غادا نحاولوا نجيبو داكشي اللي مستيلي اول حاجه، ثاني حاجه داكشي اللي يكون مارك غاليه، مثلا داكشي اللي كتشوفوا في الفاشن ويكس مثلا. المهم حنايا وزهرنا داكشي اللي غادا نطيحوا فيه ان شاء الله. اليوم نهار 29 نهار 9، وحنا غنبداو ان شاء الله نهار 1 شهر 10 2020. انا دابا فهاد لاشين غنشارك معكم غير الصراحه، ما غنخبيش عليكم بزاف د الحوايج. هاد لاشين ديالي نقول فيها اللي بغيت، و ما عرض زعما لاشين ديالي ندير فيها المحتوى اللي بغيت بكل بساطه. ان شاء الله قريب غندير لكم فيديو وغنهضر لكم فيه على شحال من حاجه على حياتي الشخصيه ان شاء الله. المهم كما قلت لكم يلاه جيت من عند واحد الامبريميري، هادي يلاه كاخذ فيزيت ديالهم ما عرفتش كنوريها لكم، باش يصايبوا لينا ستيكرز اللي نقدروا نديروهم في الباكاجينز اللي غادي نصيفطو للناس اللي غيشريو ان شاء الله. فاش مشيت عندها وهي راه ما كتعرفنيش، انا اللي عرفتها على راسي الاولى، مشيت قلبت على الناس اللي كيديروا لي باكاجين في كازا، وانا نلقى في جوجل كاتبين امبريميري، وانا نقول بلاتي امبريميري راه هي هاد الناس اللي كنقلب عليهم انا. مشيت كتبت امبريميري في انستغرام ويخرج ليا وانا نهضر معاها، وشحال وانا كنأجل شي يومين وانا كنأجل باش نمشي عندها. ويلا مشيت عندها اليوم، كما قلت لكم فاش مشيت عندها وراتني داكشي اللي عندها، وفي الاخر قالت لي انا كنصحك انه ما ديريش الباكاجينز بحال هذوك لي ساشي ديال الكارطون ولا شي حاجه بحال هكا، سيري لدرب عمر وشري داك الكرافت اللي كتشري بابي كبيره وانت كتقطعي على حسب لاختيك اللي غادي تصيفطي لبنادم، وغديري غوبون وستيكر وهانتي ناضيه. وعجبني الحال فاش قالت لي هادشي، حيت شكون كان واحد اخر صراحه كون ما بغانيش زعما نمشي وندير الباكاجين في بلاصه اخرى ويتقام عليا رخيصه، العكس غادي يبغيني ناخذ من عنده هو الباكاجين ديالو واخا ما يناسبنيش انا. سو هذه حاجه عجبتني الصراحه، كتعجبني بزاف، وفي راسكم هاد الظرافه هذه هي اللي كتخلينا حنا نبغيو نشريو اكثر من عند داك الشخص. صافي في الاخر اتفقنا انه غادي تصايب لينا ستيكرز باللوغو ديال سايدابل، وغتصايب لينا ثانك يو كارد اللي هي غير واحد لاكارت اللي فيها اللوغو الفوق، وانا وكريم نكتبوا بيدينا للناس شكرا حيت خديتو من عندنا، ونكتبوا كل واحد شي حاجه. وصافي هادشي اللي كاين، حيت حنا كنبغيو نديرو داكشي من قلبنا ما نكذبش عليكم. ودابا حاليا ما عندناش بزاف لي برودوي باش يتباعوا، عندنا نقدر نقول لكم شي 14 برودوي 13 بحال هكاك، وصورنا 3 تاع لي برودوي في السطح، وعاد تصاور كي جاو واعرين راه ما يمكنش. عادي انا امير لوف والله، الفيد ديالنا ان شاء الله غيجي زوين، حيت الفيد ديال البيزنس ديالكم خاص يكون واعر باش بنادم تشجعو باش يشري. وباي ذا واي ما كنديروش لي فيلتر، انا عزيز عليا لي فيلتر نديرو في تصاوري وما كنكثرهمش، ولكن في لاباج ما بغيناش نديرو لي فيلتر، كنقادو غير الاضاءه، كنقادو الكونتراست ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن لي فيلتر ما كنديروهمش باش بنادم ماشي يشري شي حاجه ويلقاها بحاجه اخرى. وهادو هما التصاور كي جاوكم واعرين بزاف، انا عجبوني والله. المهم هاد الفيديو اصلا ما غينزل لكم حتى نكونوا اصلا بدينا كنبيعو ان شاء الله، سو سيروا لاباج انستغرام
وسيروا شوفوا الا لقيتوا شي حاجه اللي باقا ما تشراتش، غنديروا ليفغازون في المغرب كامل. بالنسبه لخارج المغرب ان شاء الله من بعد، يعني من بعد ما نجيبوا بزاف لي برودوي غادا نديروا خارج المغرب، ولكن غتكون ليفغازون هذاك اللي غيشري مثلا فرنسا غيخلص ليفغازون باش يوصلوا الحوايج حتى لعندو. اما بالنسبه لي في المغرب راه ليفغازون فابور. الحاجه اللي باقا لينا الصراحه هو انهم نصوروا لي برودوي اللي باقيين، باقا ما صورناش لي برودوي ديال كريم كاملين، صورنا صباط واحد ديالو كما شفتوا، وباقي انا نصور الحوايج هما معلقاهم هنايا. وان شاء الله ملي غنصوروهم راه غادا نقادو داكشي كامل، غنصبنوا الحوايج، غنديروا فيهم ريحات. المهم ان شاء الله انا متحمسه بزاف، وضروري في البدايه كنبقاو غاديين غير بشويه علينا، سو ان شاء الله كلشي غيتقاد وكلشي غيتحسن وكيتطور. راه الناس كيبداو من الزيرو وحنا بادين من الزيرو بهذا الشيء. دعوا معنا، انا متحمسه بزاف. ان شاء الله غدا ملي غنمشيو لضربه عمر غنصور لكم وغنصور لكم داكشي كامل اللي غناخذو وشحال غيكون. المهم الا عندكم اي سؤال سولوني لتحت. ام اكسايتد سو ماتش، عرفتي كنحماق على هذا الشيء والله بحال هاد الفيديوهات. المهم شكرا لكم بزاف حيت بسببكم هذا الشيء واقع. كذبش عليكم، بسببكم والله، بسببكم حتى عرفت على كريم، بسببكم كل ما كنت في هاد الدومين ما نتعرف على التحد من غير. المهم ما ديوش عليا حتى انا كنصطير وصافي. نتلاقاو غدا ان شاء الله من بغي نقاتل الاعمال ديالي. دايو معنا باي. وو ولا لا ها نتوما شنو كنت كنصور كنت حاطه هنايا حيتاش طويل، ويلا حطيته الفوق غدا نبان هابطه بزاف. من الصباح وانا كنقضي في الاغراض ودابا يلا جيت لضرب عمر. عذاب زوين واخا ماشي عذاب، ولكن هاد المعاناة وهاد الصاد وهاد نمشي لبلاصة من بلاصة لبلاصة واعر. يا ربي الله بسم الله. يلا جيت من ضرب عمر، عرفتو داك الرولو هزيتو من تحت لفوق، صراحة ثقيل ولكن نقدر استحملتو يعني طلعتو ودوشت، ودابا كناكل وخاصني عاوتاني نخرج باش نمشي نتلاقى عند كريم ونصورو داكشي اللي باقي لينا نصورو ونمشيو نتقداو حوايج اخرين حيت غدا خاص داكشي يتباع. وانا عزيز عليا هادشي، هاد الاحساس واعر والله، حيت انا حياتي كامله وانا ناعسه ودابا كنخدم، احساس واعر. هادي هي الباليزه اللي حاطه فيها الحوايج، وهادي خديتها لجدة بلا ما نقولها لها سمحي لي جدة بغيت نصور بها، وهادي هي اللي هضرت لكم عليها فاش كنا في الشفشاون قلت لكم عندنا بحالها وما بقاش، هاهي عندنا جوج. ودابا غادا نتحركو، سمحوا لي بزاف حيت هاد الفيديو هادي مخربقه وطريقه التصوير مخربقه، ولكن انا كنشارك معكم الحياه الواقعيه. ايوا صافي دابا غنبقى نتمشى واحد 8 دقائق فحال هكا كنا كنجر في هادي، واخا يلا جيت وصافي. وعاد غادا نوصل وش الطاكسي واحد اخر جوج تاع الطاكسيات، عاد غنمشي لواحد البلاصه باش نشري حوايج وباينه غنصور داكشي حتى الغدا حيت ما بقاش الحال. بسم الله توكلنا على الله. احنا دابا ثلاثه تاع لي زارتيك اللي ديجا صورناهم شي جوج سيمانات ومع سيمانة تقريبا. هاد هي لاباج ديالنا في انستغرام، ومازال غادا نصورو حوايج اللي حنا لابسينهم باش نحطوهم للناس ويقدروا يشريو. عرفتو من الصباح وانا كنحاول نقلب على المود باس ديالي ديال الفيسبوك، يلاه دابا دخلت ليه. اي واحد عنده شي شوب ولا شي بيزنس كنصحكم ديما ضروري ديروا باج فيسبوك باش هنايا تلوحوا البروداكت ديالكم، واوتوماتيكمون غيتلوحوا في انستغرام وغيكونوا بواحد الطريقه لي بروفيسيونيل. و انا غنوريكم مثال بحال اش كيولي بحال هكا غيبان في انستغرام البرودوي الا درتو هادشي دابا. ايوا وصلت هنايا وقالوا لي ما يمكنش ديري حيتاش يلا حليت الكونت انستغرام. هاي جايز، سو انا دابا كاينه هنا في البحر ياكو. اشنو لحنا اليوم؟ اشنو لحنا؟ شحال من بوست لحتو؟ شنو صورتو؟ واخا لحنا ثلاثه تاع لي بوست وما صورنا حتى شي حاجه. علاش؟ حيتاش ما عجبناش صراحه داكشي، وما ماشي بحال داكشي اللي حنا بغينا نلوحو. صافي نعم صافي، وغدا ان شاء الله غنعاودو نصورو داكشي. ما صدقش غنجربو بلاصه اخرى، غنجربو حاجه اخرى حتى يصدق ان شاء الله. ومهم الحمد لله الناس عجبهم شحال من حاجه وصافي. وانا دابا كاين هنا في البحر، ام جست تشيلين وكنستمتع بهذا البحر. هذا نهار ثاني هذا، دابا يلا كنمونطي في التصاور اللي صورنا. كريم كيصور وانا كنمونطي. انا دابا غنمونطي التصويره اللي مورا هذه حيت هذه ما يمكنش نوريكم كي كانت، وغنوريكم التصويره كي كانت بلا مونتاج وحتى من بعد المونتاج، وانتم غادا تحكموا. هذه هي التصويره بالمونتاج وهذه بلا مونتاج. مونتاج بلا مونتاج، ما كيبان لكم كاع الفرق؟ مونتاج بلا مونتاج. المهم في التليفون ما كيبانش الفرق، ولكن في الحقيقه كيبان الفرق. دابا الغد ليه 3 اكتوبر مع 3:30، 23 دقيقه. وهذه هي حالتي انا ملي كنبغي نمشي لشي شوتين، صاك هنا ديال التصوير وصاك هنا اللي حالته حاله ديال ماما واللي حاطه فيه كاع داكشي اللي غنتصور به واللي غنحتاج. حاليا دابا غادا نمشي لسيد معروف، غادا نجيب دوك الستيكرز وثانك يو كاردز، غنمشي عندها غنخلصها وغادا ندي معايا داكشي للمدينه حيت عندي دابا واحد رونديفو غادا نتلاقى مع كريم وواحد الفوتوغراف اللي غيصورني على قبل واحد البلان واعر بزاف، وانا متحمسه بزاف. واحد الكامبين اللي مهم شي حاجه اللي زوينه صراحه غادي تشوفوها.
عمري الصراحه خدمت في شي بروجي بحال هكا. سو اي ام اكسايتد. مالك؟ جيت ولقيتها ساده ولكن ماشي مشكل، تصنت عليها وغير نسال عندي واحد الراجل. يلا عطاني هذا، دابا كنتسنى يجيب لي الستيكرز. هادو هما الستيكرز اللي خديت، شو شحال كبار، مقلا ما يمكنش لي نمشي بهم للمدينه. انا وصلت لدابا للدرب، وعرفتي شنو، واحد المره وجهت ودات ليها وانا نتخلى عن درجه تقول لي اش ما دايرش لك ماما في وجهك، وتقول لي انا عندك في الفلوغ لاباس عليك. شحال ما تلاقيت ماشي واحد اللي كيعرفني والله. سلام. انا عارف راسي كنخلع حيت شي الله فقت، ودابا لقيت شويه غدا نتسخر. المهم اليوم وقال نهار 6، ايوه نهار 6، نهار 3 تقريبا 12 تاع العشيه الصباح. اليوم عندنا اول اوردر ديالنا، اول شخص شرا من السيت، ماشي السيت، انستغرام ديالنا. سو تحيه لصوفيا، هي اللي خدات من عندنا هذا الساك ديال دولتشي ان غابانا، وهذه هي السمطه ديالو. ولقيت ولي دابا كنشوف الباكاجين كي غندير ليه. كما كتشوفوا هنا مرون، علاش؟ حيت حليت هذا مع كان مغطي، كان هنا كامل مغطي، ما كيبان كاع الثقبة من الشتا وانا نتصدم. لقيته من الداخل داير بحال هكا، كتشوفوا هنا في الشكل. دابا هذا واجد باش نخدم به، خاصني غير مقص باش نقاد هذا حيت مخربق. صافي واجد باش انني نلويه ونخدم به. نوريكم دابا الستيكرز اللي خديت داك النهار. ترا بحال هكا دايرين، هما مدورين. وبالنسبه للثانك يو كارد هنا كاينه 100 وحده، وهنا كاينه 200 ستيكرز. المهم انا نقول لكم شحال تقام علينا هذا الشيء. هذه كدير 100 درهم وحده، كدير درهم، وهذه خدينا 200 وحده ب 120 درهم. سو كلشي 220 درهم، وهذه كما شفتوا داك النهار خديتها ب 220 درهم حيت فيها 20 كيلو. ولقيتوني دابا بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع. بزاف الناس كيقولوا لنا الحوايج ديالكم غاليين، يعني كنتو كتقولوا لنا بلي حوايجكم رخاص وكتجيبوهم غير من البال، نورمالمون خاص يكونوا غير 50 درهم. صراحه شي ربعه الناس قالوا لنا هكا. مثلا هاد الساك هذا حنا علاش بايعينو ب 200 درهم؟ داخله فيها ليفغيزون ديال كازا، يعني الشخص اللي غيشريه من كازا غيخلص 200 درهم، الشخص اللي غيشريه من اكادير من المدن الاخرين غيخلص 220 درهم. سو على حسب ليفغيزون. حنايا كنكتبو فري شيبين، يعني احنا اصلا الثمن اللي كنعطيو كيكون داخل فيه الثمن ديال ليفغيزون. وعاوتاني هاد الساك هذا كيبقى دولتشي ان غابانا. سو الناس اللي كيفهموا في الفاشن راه يعرفوا بلي هادي راه مارك اللي واعره بزاف في الفاشن، وهذا ساك فينتج يعني ما بقاش كيتصنع بحالو. سو هذا راه الثمن الاصلي ديالو راه غيكون غالي بزاف. لا هو لا واحد الصباط ديال غوتشي حطيناه في لاباج ودرنا ليه الثمن ديال شحال، ودرنا ليه 300 درهم بالليفغازون وبكلشي. هذاك راه عرفتي شحال خاصو يتباع، راه الاصل ديالو غيكون كيدير معاد كثر من 2000 درهم. انا ما عارفاش ولكن 100% كثر من 2000 درهم، حيت الصباط قديم فينتج وباقي نقي. سو حنا كنجيبو حوايج اللي رخاص. مثلا واحد لاختيكل انا حطيت لكم هنا، وريتها لكم في هذا الفلوق وانا كندير لها المونتاج. هذه مارك عاديه، يعني انا ما عقلتش على مارك ولكن مارك ما معروفاش، درنا لها الثمن ديال 89 درهم. علاش ليا 90 درهم؟ علاش؟ داخله فيها الليفغازون، داخله فيها حنايا مشينا كنقلبوا على الحوايج، الوقت ديالنا داخله فيها، الباكاجين شتو شحال كيدير، وهذا الشيء كامل داخله فيها. ان كاينين جوج الناس في هذا الشيء، كاينه انا وكاينه كريم، يعني الربح خاصو يكون مقسم بين جوج الاشخاص. كون كان شخص واحد ديك الساعه ماشي مشكل، يعني ديك الساعه غتكون سهل وغيكون الثمن ضروري ما يكون رخص شي شويه. ولكن كاينين جوج الناس هنايا، يعني واحد فينا يربح مثلا 10 دراهم راه والو، 10 دراهم لواحد، 20 درهم لواحد. سو كنتمنى الناس يتفهموا هذا الشيء، حيت بزاف الناس كيتحابوا غنبيع لهم الثمن 50 درهم نزيدوا عليهم كاع 20 درهم. بحال هكاك حنا ما غنربحوا والو، العكس غنكونوا خاسرين. وكنتمنى انكم تقدروا هذا الشيء اللي كنديروا، وما كنحطوش شي حاجه اللي ماشي زوينه بالنسبه لينا حنا. اول حاجه ما كنحطوش شي حاجه اللي ماشي مزيانه، لا في المنظر لا في الخدمه ديالها، لا في واش باقا مزيانه واش باقا زعما كتلبس وما فيهاش لي ديفو. الا كان شي ديفو وكانت شي ماركه اوريجينال، راه كنقولوا للكليان اللي باغي يشري من عندها ديك الحاجه، ها انت ها الديفو اللي كاين، ها الديفو اللي كاين، واش مازال بغيتي تشريه؟ باش ماشي يلقى الحاجه توصلو ويلقاها حاجه اخرى ويتصدم وحنا السمعه ديالنا طيح. حيت كنبقاو انا زينب كوتن وكريم اللي وسط اللي اشخاص باينين شي حاجه ما مزياناش في البروجي ديالنا، حنايا السبب علاش هي ما مزياناش. سو كنتمنى تفهموا. غنمشي دابا نجيب الغوبون باش نجمع الباكاجين، وغنجيب واحد السيلوات ديال بريون باش نكتب في ثانك يو كاردز. وديك الساعه نتلاقى مع كريم وغادا نمشيو نوصلوا لصوفيا الصاك ديالها. ما ديوش عليا كنمن والله، انا عارف راسي كنخلع غير وكان درت هاد الزيف هذا حتى غنمشي نتسخر وصافي. ما ديوش عليا، باي. هادو هما الجوج اللي جبت، كما كتشوفوا دايرين بحال هكا كيبريو. صراحه قلت نجيب جوج حيت قلت واحد يقدر ما يكفيش، ما عرفت زعما كنبغي ديما نجيب انا اكثر من القياس كما كتشوفوا هادشي كامل، خصوصا هذا اكثر من القياس. المهم انا دابا غادي نحاول نجمع الساك وغنوريكم كي غندير ليه، بقى ما عرفتش خاصني مقص. ايوا يا الاخوان،
this is what I came up with. صراحة عانيت باش نصايبو مبغيش نهزو دابا وهذا هو خطي الزوين وان شاء الله مع الوقت غيتحسن هذا الشيء. صراحة كأول مرة ندير باكاجين المهم it's nice. يعني دابا انا مين درت هذا الشكل هذا عاد قلت بلاتي انا براسي كيوصلوني من ديماغك بحال هكا، يعني انا درت شي حاجة اللي كيديروها الناس اللي اصلا خدامين في الدومين شحال هادي. المهم الحمد لله صافي دابا غنخرج وتعطلت بزاف وخاصني نمشي. عرفتوا يلا جيت من عند البنت هذا لاسونسور ديالها في الدار وما يمكنش حال ظريفة، ما يمكنش البنت اللي من عندنا هذاك الساك ميمكنش حال ظريفة، لايك ميمكنش. وبغات تبغدينا حنا كبزنس يعني بغات تشري ساك حيت عجبها، ولكن اول حاجة باش دامنا حنايا وصراحة فرحتني بزاف هاد الطي هادي. شات اوت تو يو، يو نو يور سيلف و ام هابي والله الحمد لله. اهم حاجة عندي هي الناس يعجبهم داكشي اللي كيشريو.